يا ترى تشتري ذهب ولا تستثمر في العقارات؟ الذهب هيحافظ على قيمة فلوسك ورأس مالك، بس نسبة المخاطرة فيه عالية، ده غير الحاجات الزيادة اللي بتدفعها على قيمته. الاستثمار العقاري بيتمتع بقدر كبير من الاستقرار ونسبة المخاطرة فيه أقل. بالعقار هتقدر تحافظ على رأس مالك بعيد عن تقلبات ارتفاع الأسعار، وهو كمان الطريقة المثالية للدخل السلبي، يعني الدخل اللي مش محتاج منك أي مجهود. ده غير قيمة العقارات اللي بتزيد يوم بعد يوم، يعني بتدفع مبلغ معين بقيمة السوق دلوقتي، وبعد مرور الوقت قيمة العقار بتزيد، ومكسبك بيوصل لأكثر من 100% من غير أي خسائر. وكمان أسعار الإيجار بتزيد بشكل كبير جدا كل يوم، وده هيعدد مصادر دخل، وده أأمن أسلوب في الوقت الحالي. لو لسه عندك أسئلة ومحتاج توضيح أكتر، ابعت لنا رسالة وهيتواصل معاك خبير استثمار عقاري من عقار شير بخبرة أكتر من 10 سنوات، وهيكون معاك خطوة بخطوة، وهيساعدك تختار العقار المناسب ليك ولميزانيتك.